ابو خير. ازيك يا استاذ عبدو؟ خير ان شاء الله، بس شكلك كده تعبان يا اخويا. انا بصراحه تعبان جدا وخلصان. طب خلاص هجيلك وقت تاني. ازيك يا استاذ مفيد؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله. ازيك يا لالي؟ ازيك انت يا اخويا. يا مفيد اقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش موافق ان الست اللي اسمها بهيه دي تفضل موجوده في البيت. على فكره ولا انا. خلاص اتصرف بقى، لازم تمشي. ما تكلم ابوك. طبعا هكلم ابوك. ده كله اللي بهيه دي. انا بس اللي هيجنني ازاي الست دي رجعت. المشكلة مش في ازاي رجعت ولا كانت فين، المشكلة هنخرجها ازاي. ما تنساش ان الست دي جدة اخوك، ده غير ان سليلة مش هتوافق. خلاص تمشي هي وسليلة. اه ده انت عايز تولعها خالص. انت عارف ان شاكر اخوك هيتجنن ساعتها وممكن يطربقها على دماغنا. انا مش عامل حساب لشاكر. اخوك كده هيشيل منك يا مفيد. هيشيل مني؟ ده هو شايل مننا على طول. ايه الجديد يعني؟ ده شايل من الدنيا كلها. وبعدين الموضوع مش شاكر دلوقتي، احنا في بهية. انا حاسس ان الست دي هتوقع البيت، وده لا يمكن اسمح بيه ابدا. اتفضلي يا ست سليله، بيتك ومطرحك. ما شاء الله ما شاء الله، حلو يا اخويا حلو. برضو خير. الله ما قاله خير. خير ان شاء الله. انا عارفه يا اخويا ان انت شايل كتير قوي من بيت الشربيني، بس يلا بقى اهو راح وخلصنا منه وخلصنا من ايامه. لا الشربيني زي الفل طولة العمر. ليه؟ في ايه يا ست سليلة؟ فيش يا اخو، بالراحة بس على نفسك. بص انا حاجي معاك من الاخر. ايوة انا عايزك تجيبي من الاخر. مش انت عارف ان الارض اللي عليها بيت الشربيني دي ابويا والشربيني كانوا اشتروها مع بعض من ابوك؟ اه. هو ايه اللي ايه؟ ما تفكر شوية، مش حقيقي الكلام ده. اقول لك انا الحقيقي، الارض دي أبويا اشتراها لوحده ودفع ثمنها بالكامل لوحده، بس الشربيني بقى من ظلم وافتراه حط إيده على الأرض وقهر أبويا لحد ما موته. سكتشي بقى بعد كده؟ لا سكتشي. عمل إيه؟ راح متجوز أمي. ليه؟ عشان أقول له يا عمي ويضمن إن مفيش حاجة تطلع من تحت إيده. بالك؟ أنت لو شهدت بالكلمتين دول والأرض بالبيت رجعوا لي أنا وأمي، يا هناك يا سعدك على الهنا والجنة اللي هخليك تدخله يا معلم يا سيد المعلمين. واخد بالك أنت؟ من اليد ما نعدمها.